عرفت على فاطمة الزهراء، كانت دارت واحد ستوري، خدات واحد المقتطف من واحد العمل ديالها في واحد الفيلم وحطاته واحد الدور كتبكي فيه، حطاته في ستوري وانا جاوبت لها على الستوري ديالها وتا هي جاوبتني، ومن ثم بدات العلاقة ديالنا، بدينا كنهضروا انا وياها والحمد لله ربي يسر الامور ودرنا النية واللهم لك الحمد. اللي نيته زوينة ديما تيربح، وهي مرضية الوالدين وانا مرضي الوالدين، وانا بالنسبة لي فاطمة الزهراء زوجة صالحة الله يخليها لي، لقيت فيها كاع داكشي اللي انا باغي وهي كذلك. عندنا داك الفكره كنقولوا داك الشيء اللي نضيعوه في العرس ولا هذا، نمشيو نسافروا به نعيش انا ومرتي به السعاده والحياه ونخليو داك الشيء لولادنا، هادشي كنقولوا فهمتي. مازال ما عرفناش شنو الدنيا غادي تجيب، وبزاف ديال الناس تقلقوا منا، سواء العائله ديالي ولا العائله ديالها والاصدقاء ديال المجال والمهم المقربين تقلقوا. حنا نورمالمون درنا غير درب صداق، درنا حفله صغيره وجاونا الناس، ما كناش متوقعين داك الكم الهائل، وقلنا عاوتاني والناس سحبوا من داك عرس، هو راه ماشي عرس، درنا غير درب صداق حفله صغيره في الدار، وكنطمحوا ان شاء الله العرس يكون شي حاجه زوينه ولا خليه حتى الاسبوع ولا المهم داكشي اللي كاين. اش بالك؟ باقي ما عارفينش باقي ما عارفينش واش غنديروا العرس ولا ما غنديروش، ولا كي قال لك كنخليو حتى نديروا الاسبوع وفي العرس وكل شيء، ولا نديروه. باقي صراحه ما خديناش القرار 100%، والناس ما يتقلقوش علينا، راه باقي ما درتش العرس. باش نقول لك واحد الحاجه، العين حق، ولكن الا ركزتي معاها ودرتي بالك معاها كتاديك. هو الزواج راه ماشي جوج تلاقاو وصافي ضرباتهم العين كيتفارقوا. انا بالنسبه لي انا ما تنامنش بهذه الفكره 100%، حيت كاين بزاف ديال الحوايج العلاقه الزوجيه، كاين الصبر، كاين التفاهم، ابار الحب، ماشي غير حيت الحب ما عمره ما تيكون كافي باش تنجح العلاقه الزوجيه. خاص يكون تنازلات، خاص يكون الطرفين من واحد يكون طالع الاخر يكون هابط. كيف قلت لك الصبر، الاحترام، سورتو الاحترام، يعني خاصهم يكونوا كيحترموا بعضياتهم. الا توافقوا هاد الشروط كامله وكان لو كوبل مفاهم مع بعضياته راه كيكملوا، وإلا ما قدروش يتفاهموا راه كيتفارقوا. يعني في خلاصه الامر ان الحب ما عمره ما كان كافي باش تنجح علاقه زوجيه. اول حاجه انا واخا نكون مقلقه وبغيت نبارطاجي شي حاجه ولا كان خاصني نبارطاجي شي حاجه، ما كنخليش الناس توصل لهم ديك الطاقه السلبيه ديالي. حنا كنا ملي كنتقلقوا كيجونا افكار سلبيه سي نورمال، ولكن مني انا كيجوني افكار سلبيه، انا من النوع اللي تنراقب هذيك الافكار السلبيه، يعني كنراقبها وكنتقبلها وكنخليها دوز صافي، وكنكمل النهار ديالي عادي. وانا اصلا ملي كنغبر تيكونوا عندي شي حوايج اللي كنديرهم. انا واحد الانسان اللي كيعجبني نقرا كتبه، اللي كنخدم على راسي، اللي كنقرا، كندير دي فورماسيون. ملي تنغبر تكون عندي شي حاجه علاش كنغبر. اما بالنسبه لك كنت مقلقه وكان خاصني ضروري نهضر مع الناس اللي متابعيني، راه كنحاول نخلي داك القلق يمشي باش ما ندوش للناس طاقه سلبيه، وكنهضر معاهم بكل ايجابيه. واه هادشي صراحه انا كنقرا عليه وخدامه على راسي، يعني عندي واحد الرحله ديال البحث انا خدامه عليها دابا. ما بقيتش كنتقلقكم افون، ما بقيتش كنتعصبكم افون، ولكن حتى نخدم على راسي، تنخدم على راسي وتنخدم على الطاقه ديالي، وكنحاول ايفيتي اي حاجه اللي غادي تقلقني ولا اي حاجه اللي غادي تجيب لي افكار سلبيه وطاقه سلبيه، كنحاول ايفيتيها وتنحاول نركز على الايجابيات في الحياه. وراه قلت لهم بلي هاد الدراسه اللي كنقرا انا اونلاين ما بغيتش ندوي فيها دابا. لا ماشي دابا، كل حاجه كتجيب وقتها، حيت انا كنامن بواحد الحاجه المستوره ربي كييسر فيها، سورتو دابا حيت ملي كتكوني كتهضري على شي حاجه بزاف ولا كتعوديها الناس ولا كتقولي ما اشنو بغيت ندير ولا اشنو تنقرا ولا اشنو افكار ديالي، الناس يقدروا يمتصوا من الطاقه ديالك. انا كلشي عندي في الطاقه يقدروا يستنزفوا الطاقه ديالك، وهذا الشيء ممكن يرجع ليا انايا بالضرر. دونك اي حاجه كتجيب الوقت ديالها. أه
ما كنغيرش عليها في مجال التمثيل، ولكن في حوايج اخرين كنغير عليها. نورمال، هذه غريزه في اي رجل مغربي، لما غيرتش على مرتي راني ماشي راجل. في مجال التمثيل راه الانسان الا ما كانش هو محترم راه توقع منه اي حاجه الناس الاخرين، فهمتي يعني. المهم، بحكم حتى انا دخلت لهذا المجال وشفت بعيني ان ما كاينش زعما شي تحرش ولا شي حاجه، دومين زوين دومين نقي، يعني اي حاجه دارت راه كتمثل الشخص نفسه، هادشي اللي كاين. جديد الفني فيلم سينمائي ان شاء الله اللي غادي نبدا قريبا جدا. شرف لي كبير انني نلعب انا وفاطمه الزهراء. ما كرهتش بحكم انني صافي دخلت المجال، وكنتمنى من الله ان ربي يوفقني في هذا المجال، ونيت باش تشوفوا داك الحب اللي كيكون في لي ريزو سوسيو يترجم في شي عمل ان شاء الله، ويلقى اقبال حسن اقبال الناس. وانا خايف غير نبقى مركز في فاطمه الزهراء وتنسى لي التكست. ودغنيغمون مثلت درت جوج ديال الاعمال، ما بغيتش نهضر في لي ديتاي باش ما نحرقوش المراحل حتى يخرج داك الشيء ان شاء الله ويلقى واحد الاقبال. انا فاطمه الزهراء كتجيني ممثله واعره بحكم الاقدميه ديالها في الميدان، تقريبا راه واحد 12 عام ديال الكاريير اللي عندك فاطمه الزهراء ياك، وممثله متمكنه. وانا كيفاش 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 تعرفت على فاطمه الزهراء؟ اول حاجه بواحد ريبوند اون ستوري، كانت لايحه واحد ستوري من واحد الفيلم كتبكي فيه، كانت حاطاها في ستوري وانا رياكتيت على داك ستوري. عجبتني الطريقه ديال البكاء ديالها، كيفاش كتمثل بواحد الاتقان. وانا فاطمه الزهراء كتجيني مدرسه اللي تعلمت منها انا بزاف، وعاونتني بزاف وعطاتني بزاف ديال النصائح في هذا الميدان، وهي السند وهي اللي كتقويني. شوفي، حاليا كاين واحد الثقافه ديال الترولات، هذه موجه دابا ولات، اي كوب البان كيهاجموهم وكيضحكوا بهم وداك الشيء، فهمتي. وما بني على كيفاش كيقولوا لها، مبني على باطل فهو باطل، فوالا. واللي مبني على الصح راه ما يدوم الا الصح، هادشي اللي كاين. انا قاريه كتاب فن لا مبالاه 4 مرات، فوالا. هادشي اللي كاين، والله يهدي الجميع، وحنا كنتقبلوا النقد البناء والنقد، اي حاجه كنتقبلوها، كاملين ما عندناش مشكل، فوالا. حيت الله يحسن العوان، كاين اللي عنده عقاد، كاين اللي عنده مشاكل، وحتى واحد ما فوالا. هادشي اللي كاين. الصبر ثم الصبر ثم الصبر. كاين واحد الحاجه اللي هي مهمه، حتى واحد ما يعطي الراي ديالو في الكوبل، الناس الاصدقاء والاصحاب، حتى واحد ما يعطي الراي ديالو في شي جوج مزوجين، فهمتي. الكوبل كيتصنتوا لبعضياتهم صافي فقط، ما يتصنتوش لواحد اخر، حيت الا جا هذا عطى الراي ديالو والاخر عطى الراي ديالو، صافي راه ما كيبقاش هذا زواج. هادشي اللي كاين. شكرا. وهو نورمالمون شنو ما بدلاتش فاطمه الزهراء في حياتي. انا فاطمه الزهراء علمتني نكون ريسبونسابل. نورمالمون شحال فاش كنت سيليباتير كان عندي واحد الكاركتير، فاش عرفتها ولا عندي كاركتير واحد اخر، وليت ثقيل وليت رزين. عرفت كيفاش نكون اسره، عرفت نولي مسؤول. عطاتني الحب فاطمه الزهراء هي كل شيء في حياتي، الله يخليك ليا. خليك متثبت في الاحلام ديالك، رسم طريقك مزيان، عرف راسك اشنو باغي، حدد الهدف ديالك، رسمو وحددو، وحدد الوقت اللي غتوصل فيه الهدف ديالك، وان شاء الله غادي توصل. كنشكرك. 3 ديالي لفاطمه الزهراء، كنبغي نقول لها تنجحي ان شاء الله في داكشي اللي كتقراي وداكشي اللي كتفكري فيه، والله يسهل عليك. شكرا لالا مولاتي، وتحية للمتابعين قناة لالا مولاتي، وشكرا لكم وشكرا للاستضافة. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.